السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هقدم طرح فني لسهم عمار. ليه بقى اخترت سهم عمار؟ لأن محدش بيحب السهم ده، كله يقول لك عليه سهم رزل وممل وبيمشي حوالين نفسه. بس الحقيقة أنا شايف إن هو سهم فيه فرصة استثمارية كويسة جدا، يعني السهم ده لم يجد من يحن عليه. فاللي أنا عاوز أقوله إن السهم ده فيه فرصة استثمارية كويسة على المدى المتوسط، ممكن يوصل لأرقام كبيرة قوي. ده الخلاصة بتاعت الفيديو. لو أنت عاوز تعرف ليه كمل معايا الثلاث دقايق الجايين، لو مش عاوز أنت كده خدت الخلاصة بتاعت الفيديو. انا بحب المدرسه بتاعت الفيديوهات ديت، مع انها مش منتشره كتير، بس هي يعني بتحكي القصه بتاعت التشارت بشكل مختلف، بتديك رؤيه مختلفه عن الشارت. والحقيقه السهم بيتفاعل معاها بشكل كبير قوي. الشمعه على اليمين ديت دي شمعه صانع السوق، شايف ده الترا فوليوم دخل فيها، والمفروض ان الشارت كله بيلف حوالين الارقام بتاعت الفيديوهات المستنتجه من الشمعه ديت. زي ما انت شايف التفاعل كده اللي حصل على مستوى ال 161% زيرو انعكاس، وارتد منه وبعدين اخترق وراح للمستوى اللي بعديه اللي هو عند ال 261% برضه بنفس الزيرو انعكاس، وابتدى خلصت كده الموجه الصاعده، والراجل ابتدى يرجع بموجه هبوط ثانيه رجعته لغايه الحد السفلي للشمعه بتاعت الالترا فوليوم اللي احنا قلنا عليها. شايف المربع الاخضر ده؟ الراجل هنا بيحط بنزين للطلعه الجديده، قعد كتير قوي، قعد سنتين من 2020 ل 2022. في مبدا كده في التحليل الحجمي اللي هو السبب والنتيجه، كل ما زادت فتره التجميع ده بيدي انديكيشن على ان الرالي اللي هيحصل هيبقى قوي بعدها. وبعدين بعد ما خلص فتره التجميع ده تحاول مره في الثانيه ان هو يخرج بره اطار الشمعه ديت عند السهمين الحمر دول، وبيقابل قوه بيعيه بترجعه تاني. الفكره بقى ان القوه البيعيه اللي بتحصل ديت ان هي ما بترجعوش يعمل قاع ادنى، هو كل مره بيرجع بيعمل هاير لو، وده معناه ان هو في طريقه ان هو يخترق النطاق التجميع اللي هو عامله دوت، ويبتدي يعمل مارك اب بشكل ممتاز. هو زي ما انت شايف كده هو ماشي في قناه سعريه صاعده، احنا نزلنا على الفريم الويكلي على فكره، والسهم ماشي في اتجاه صاعد كده في طريقه لاختراق القناه الشمعه اللي احنا اتكلمنا عليها. المربع الاصفر الاحمر هنا ده انا بوضح لك القوه البيعيه اللي هو حاول يعمل لها ميتيجيشن كذا مره. الديول دي كلها هو بيسحب جزء كبير من العروض، والجزء الايجابي زي ما قلنا ان هو بينزل يعمل قاع اعلى، فده انديكيشن كويس. الشارت دوت دي الخلاصه بتاعه المدرسه ديت قبل ما ننقل لمدرسه ثانيه. المربع الاخضر ده هو ابتدى يجمع فيه وابتدى يحط فيه بنزين عشان ياخد الطلعه بتاعته. عمل ميتيجيشن للعروض اللي موجوده في المربع الاحمر، والمتوقع دلوقتي ان هو المطلوب منه ان هو يرتكز فوق الخط الاحمر اللي هو 3.28، وعاوزه فوليوم عادي، مش عاوزه فوليوم كبير، يعني عاوزه فوليوم متوسط كده يرتكز فيه. لو ده حصل هيبقى الهدف سريع جدا عند ال 4 جنيه بمستوى ربح 20% من فوق المستوى بتاع 3.33 تقريبا. احنا بندخل دلوقتي على مدرسه ثانيه بتاعت السمارت ماني. زي ما انت شايف هو الراجل بيشغل في ترند صاعد، عمل تشينج اوف كاركتر في بريك اوف ستراكشر، كون ويك هاي وسترونج لو. انا شايف ان في اوردر بلوك قوي جدا عند مستوى ال 52. حصل فوق الاوردر بلوك في فير فاليو جاب، وفي اكسبلوشن حصل للسعر فوقيها باحجام تداول عاليه جدا. الاوردر بلوك ده ما بيكسرش يعني ان شاء الله، يعني طبعا زي الاوردر بلوك بتاع عبور لاند اللي هو عند 5 جنيه. الاوردر ده برده بتاع اعمار اللي هو في مستوى ال 2 جنيه ونص، ده صعب جدا ان هو يكسر، خصوصا ان هو كمان عند مستوى فيبوناتشي مميز جدا بالنسبه لمدرسه السمارت ماني. احنا بننزل هنا على الفريم الديلي، بنشوف تفاصيل التصحيح. انا نازل بنفس الانوتيشن اللي كانت موجوده على الفريم الويكلي. يعني بقى اللي فيه جزء سلبي هنا عاوز اقوله ان انا شايف ان هو القناه السلوك السعري اللي ماشي فيه جوه القناه السعريه الصاعده ديت ما اعتقدش ان هو قوي كفايه ان هو يخليه يكسر القمه او يخترق الويك هاي من اول مره. ففي حلين. الحل الاول ان هو السلوك السعري ده يتغير بشكل ما ويتخلص من العروض اللي موجوده ويبتدي مارك اب من هنا، او ان هو يعتبر ان التصحيح اللي حصل ده اندوسمنت او تحفيز وينزل ياخد باور جامد قوي من عند الويكلي اوردر بلوك اللي كان موجود، ويبتدي بعديها يمارك اب ويطلع الاهداف السعريه اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل كده. تمام، ده اخر حاجه كده في الشارت. الرؤيه اللي انا بقول عليها ان هو ممكن تحط رجلك كاهداف استثماريه من المكان اللي احنا فيه دوت. لو حظك حلو ان هو فضل ينزل كشراء انخفاضات لغايه مستوى ال 2 جنيه ونص، الاهداف اول هدف هيبقى عندك 4 جنيه، ثاني هدف هيبقى عندك 5 جنيه. اخر شارت هقفل بيه الفيديو، شارت كان منزله محلل محترم جدا اسمه مصطفى على قناه التليجرام عنده. بعينك كده بص على الشارت ده وقارنه بالشارت بتاع اعمار، وحط بايدك احنا موجودين في اي مرحله من المراحل ديت، وده هتديك نفس الاستنتاج اللي انا بقوله، ليه الناس ما بتحبش السهم، وهيوضح لك الفرصه الاستثماريه اللي انا بتكلم عليها. شكرا للمتابعه، ولا تنسونا من الدعاء.